يعني دكتور. لو رجعنا الى بدايه هذه الكره نجد ان الكره كانت جايه الى اللاعب النصر عمر هوساوي وتركها على اعتبار انه زميله خالد الغامدي يتصدى لهذه الكره، جاء اللاعب الاهلاوي الجيزاوي وسدد في المرمى قبل ان يصل اليها. يتحملها هوساوي، كان عليها ان ينظف المنطقه اولا باول، هي في للهوساوي كان ممكن يخرجها الى الكورنر بسهوله تشتير. الكره لم تكن تلك الخطوره او متقنه حتى يعني بشكل كان بامكانه ان يتدخل ويبعد هذه الكره لعمر هوساوي، لكنه اراد ان يتركها لزميله، دخل الجيزاوي وسدد في الحارس المرمى وتابع عماد الحوسني، تحسب له هذه المتابعه الجيده. خلاف هذه الكره وكره سعود حمود لم نشاهد اي لقطات ابداعيه.